أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الإخبارية المباشرة من النيل، والتي نلقي فيها الضوء على أهم الأخبار سواء على الصعيد المحلي أو العربي أو الدولي. في حلقة اليوم سوف نناقش سويا إذا أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط. عقب لقائه بالقاهرة، الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليتس الرئيس السيسي يشدد على موقف مصر الثابت تجاه قضايا الأمن بشرق المتوسط. كما نتابع أيضا جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة. عقب محادثاتهما في بكين، الرئيسان الفرنسي والصيني يدعوان لمحادثات سلام روسية أوكرانية في أقرب وقت. نبدأ بالملف الأول، حيث أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه اتفق مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليتس على مواصلة الشراكة الاستراتيجية المصرية القبرصية. انطلاقا من حرصنا على تقويض شراكتنا التالية الثنائية، فقد استعرضت مع فخامة الرئيس خلال مباحثاتنا اليوم مختلف مسارات أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، واتفقنا على أهمية الإعداد الجيد للجولة الثانية من اللجنة العليا المشتركة بهدف تحقيق نقلة نوعية في كافة جوانب التعاون الثنائي، وعلى رأسها التعاون في قطاع الطاقة بما يشمل مشروع الربط الكهربائي ونقل الغاز القبرصي لمحطتي الإسالة في مصر، أو التعاون في أطر جديدة مثل مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، وكذا العمل على زيادة معدلات التبادل التجاري ودعم التعاون في جميع المجالات التنموية والاقتصادية، فضلا عن استمرار العلاقات العسكرية المتميزة. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على موقف مصر الثابت تجاه قضايا الأمن بمنطقة شرق المتوسط. أكدت لفخامة الرئيس على ثوابت رؤية مصر المبدئية إزاء أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، عن طريق تأكيد التزام كافة الدول باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، خاصة مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الحقوق السيادية والمياه الإقليمية لكل دول المنطقة. كما أكدت لفخامتي كذلك على موقف مصر الثابت من القضية القبرصية ودعم مصر لمساعي تسويتها وفق مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ورفض اتخاذ خطوات أحادية من أي طرف بهدف خلق أمر واقع مستحدث بالمخالفة لقرارات مجلس الأمن. من جانبه، قال الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليتس إن بلاده ترغب في مواصلة تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع مصر في مختلف المجالات. اليوم من بين أمور أخرى اتفقنا على عقد اجتماع ثنائي الثاني بين حكومتي مصر وقبرص G2G، كما نتطلع إلى عقد القمة الثلاثية القادمة بمشاركة اليونان، بينما تبادلنا أيضا وجهات النظر حول مستقبل التعاون الثلاثي وكيف يمكن تعزيزه بما في ذلك إضافة دول أخرى إليه. إننا نعتبر أنه من المهم بشكل خاص التقارب بين مناهجنا في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، وتستند دائما إلى احترام القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية الرئيس نيكوس خريستودوليتس رئيس جمهورية قبرص، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلمين الوطنيين. صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد عقد مباحثات منفردة أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدي البلدين، حيث يثمن الرئيسان التطور المستمر في العلاقات المصرية القبرصية وما شهدته الروابط التاريخية الممتدة بين البلدين الصديقين من تقدم مضطرد
خلال السنوات الأخيرة على كافة الأصعدة، لا سيما في مجالات الطاقة من غاز طبيعي وربط كهربائي، فضلاً عن مواقف الدعم المتبادلة في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية، وكذا التشاور المكثف حول القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ العديد من المشروعات المشتركة في إطار آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان، والتي تعد نموذجاً يحتذى به للتنسيق والتشاور بين دول البحر المتوسط، مع تأكيد دلالة اختيار الرئيس القبرصي للقاهرة كوجهته الخارجية الأولى للمنطقة منذ انتخابه في فبراير الماضي، وهو ما يعكس الحرص على استمرار الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين الصديقين على المستويين الرسمي والشعبي. لمزيد من التفاصيل مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. إذن سيادة السفير، لو تحدثنا عن أهمية هذه العلاقات والروابط التي تربط بين مصر وقبرص وعوائدها بالطبع على دعم سياسات الدولتين. سيادة السفير هل تسمعني؟ سيادة السفير، كنت أسأل عن طبيعة هذه العلاقات التي تربط بين القاهرة وقبرص، طبعا وهي علاقات متميزة وتاريخية في الحقيقة. علاقات طويلة الحقيقة، نعم. ويعني يسعدني أنا كدبلوماسي عجوز نسبيا أن أرى هذه العلاقات تتواصل وتتجدد باستمرار، وأذكر أن مصر ساندت استقلال قبرص في وقت الرئيس جمال عبد الناصر، وكان أول رئيس لقبرص هو الأنبا مكاريوس الذي رأيناه يأتي ليعزينا في وفاة الرئيس عبد الناصر، ورأيناه في جنازته يصافحنا ورحمة الله عليه أيضا. ومصر ساندت قبرص في عملية استقلالها عن الاستعمار البريطاني، قبرص ساندتنا في حرب 56 بأن منعت الطائرات البريطانية المهاجمة لنا أن تستخدم مطارات قبرص، ثم الآن يعني نساند قبرص في قضية الانشقاق الذي ولدته تركيا بخلق دولة لم تعترف بها أي دولة في العالم إلا تركيا، هو قبرص التركية. وأنا شخصيا زرت قبرص، وفي القطاع التركي يقول لنا الأتراك فليتركونا في حالنا، نحن في النهاية قبارصة، سواء كنت تركي ولا يوناني الأصل فأنت قبرصي، قبلت بالهوية. وهذه بإحدى القضايا التي نساند فيها قبرص حاليا. جديد وهو أن مصر عقدت اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية مع 15 دولة أوروبية لم تكن قبرص فيهم، ثم انضمت قبرص إلى الاتحاد الأوروبي، وبذلك صار الاتفاق الذي يربط مصر بالاتحاد الأوروبي يربط أيضا مصر بقبرص، بمعنى أن التجارة بيننا محررة، لا تدفع فيها جمارك ولا رسوم ولا أي معوقات، وهذا شجع التجارة أن هذا البلد الصغير نسبيا نصدر إليه بنحو 90 مليون دولار، يعني كم لا بأس به. ثم جد أيضا جديد وهو اكتشافات الغاز في شرق البحر المتوسط، نعم. وارتبطت مصر وتركيا واليونان وقبرص باتفاقية لترسيم الحدود الاقتصادية التي يكون لكل دولة أن تنقد فيها عن الغاز أو البترول، وأنشأنا منتدى الغاز لشرق البحر المتوسط، انضمت إليه 9 دول بجانب الدول الثلاث الأساسية. إذن المصالح كثيرة، نعم. ونأمل إن شاء الله أن في المتابعة الرئاسية تتجدد مصالح أخرى ومزيد من التعاون ومزيد من التجارة والاستثمار بين البلدين. يعني بالفعل يعني هناك مجالات كثيرة سيادة السفير للتعاون بين البلدين، وبالتالي يعني كيف يمكن تطوير هذا للوصول إلى هذه الشراكة الاستراتيجية في ظل تأكيد القيادة السياسية وحرصها على هذا الأمر؟ هو عندما تتوفر الإرادة السياسية ثم المتابعة الرئاسية، لأن نحن الآن مصر تعتز أن دبلوماسيتها صارت تستخدم أهم سلاح في الدبلوماسية، نعم. وهو دبلوماسية الرئاسة، كنا محرومين منها قبل ثورة 2011 لفترة طويلة بسبب يعني كبر السن والمرض وغيره،
لكن الآن الرئيس ما شاء الله جاب العالم من أقصى الشرق في طوكيو إلى أقصى الغرب في باريس، زار نيويورك وعقد 50 لقاء في 5 أيام، زار معظم بلدان إفريقيا، زار الدول العربية كلها، عقدنا عشرات الاجتماعات الدولية والإقليمية في شرم الشيخ. إذن نحن في دبلوماسية نشطة بشدة، وكل هذا لإيجاد المزيد والمزيد من المصالح من أجل مصر ومن أجل الشعوب الصديقة التي تتعامل معنا. أيضا سيادة السفير تحدث عن ترسيم الحدود بين البلدين وبالطبع اليونان، وبالتالي أسهم هذا الأمر في تعزيز يعني الاستفادة من ثروات هذه البلدان بالطبع بنحو بشكل قانوني. كيف أسهم هذا الأمر أيضا في دعم هذه الدول وكذلك أيضا في التمهيد لإنشاء منتدى شرق المتوسط أو غاز شرق المتوسط؟ والعالم كله ينظر إلينا بكل احترام، لأننا بكل هدوء وبدبلوماسية نشطة نجحنا في الاتفاق مع كل من اليونان وقبرص على ترسيم الحدود. هي مسألة هي صعبة في زمن الأقمار الصناعية وفي زمن تستطيع فيه أن ترسم الحدود بكل بساطة، وتم هذا بكل يعني حرفية ووفقا للقانون الدولي، وكثير من بلدان العالم تقتدي بنا في مثل هذه السياسات التي يعني تحل كل الصعوبات وتواجه كل الصعوبات، بل أيضا تنتهز كل الفرص المتاحة. أتصور أن غاز البحر المتوسط سيؤدي إلى أن مصر أصبحت الآن مصدرا للغاز بعد أن نقوم بتسييله في إدكو وفي دمياط، ولدينا أكبر مصنعية لتسييل الغاز وهي قيمة مضافة عالية جدا. أيضا قبرص واليونان سوف نولد معهما بند جديد وهو تصدير الكهرباء إلى أوروبا، وننشئ حاليا خط للكهرباء يمر بقبرص وباليونان ونصدر ما يفيض عنا من كهرباء إلى القارة الأوروبية، والاتحاد الأوروبي يساند هذا ويقرز السياسة المصرية في هذا الشأن. نأمل إن شاء الله أن مثل هذا وغيره سوف يضاعف من حجم العلاقات ويضاعف من المصالح الناشئة عن هذه الأنشطة. أيضا يعني في ظل ما نشهده من تحديات على واقع الأزمات العالمية وبالطبع آخرها الأزمة الروسية الأوكرانية، كيف تنعكس هذه المقومات التي تتمتع بها هذه الدول بالطبع في ظل وجود هذه المصادر المتعددة للطاقة في يعني تلبية الاحتياجات هذه الدول وأيضا تلبية احتياجات الأخرى الدول الأخرى الأوروبية خاصة في ظل هذا التحدي بالطبع في مجال الطاقة؟ هو طبعا لدينا أزمة الكورونا وتأثيراتها السلبية على الاقتصادات العالم، ثم أزمة الحرب في أوكرانيا ولديها مشاكلها أيضا. المشاكل الأخيرة لها جزئين، واحد وهو أزمة الطاقة في أوروبا نتيجة وقف إمدادات الغاز الروسي إلى غرب أوروبا، والأزمة الثانية هي إمدادات الغذاء. الغذاء والحمد لله متوفر ولنا أكثر من مورد نستطيع عن طريقه أن نستوفي احتياجاتنا من الغذاء. ولعلك تتابع اجتماع البرلمان العربي مؤخرا في القاهرة والذي قرر يعطي أولوية للاستثمار على الزراعة والغذاء في العالم العربي. الجزء الثاني وهو أزمة الطاقة لنا فيه مصلحة، يعني أدى إلى شيء يعتبر فرصة بالنسبة لنا وليست مشكلة، لأن أوروبا الآن تشجع أن نصدر إليها الكهرباء وأن نصدر إليها الغاز، وفي هذا خير كثير إن شاء الله. إذن هذه المشاورات وغيرها تؤدي إلى ضبط إيقاع السياسة الخارجية المصرية بما يخدم المصالح الاقتصادية، ولدينا مصالح كثيرة نحققها. فضل من الله أن أفأ علينا بهذه الاكتشافات الجديدة ستؤدي إلى خير كثير لمصر ولكل شركائها التجاريين. أيضا سيادة السفير لو تحدثنا على الصعيد السياسي، هناك ربما توافق في الرؤى بين مصر وقبرص واليونان في التعامل مع الأزمة الليبية وهي ليس بعيدة عن الدول الثلاث في الحقيقة، وبالتالي كيف ترى هذا التنسيق في التعامل مع التحديات التي تواجه الدولة الليبية في هذه الأونة؟ بالطبع لأن كلنا دول جوار في هذه المنطقة، ولعلك طبعا كلنا نتابع السياسة الأوروبية المتوسطية وسياسة الجوار، والسياسة الأوروبية المتوسطية تشمل كل الدول العربية المطلة على البحر المتوسط بالمشاركة مع كل بلدان الاتحاد الأوروبي، لكن بالذات الدول المطلة على البحر المتوسط لها علاقات مباشرة، وهذه حضارات قديمة لها مصالح على البحر المتوسط، وبالتالي ما يجري في ليبيا هو أمن قوم مصر بالدرجة الأولى،
يساندنا في هذا كل شركائنا في الاتحاد الأوروبي، يساندنا في هذا كل شركائنا على مستوى العالم ودول عدم الانحياز ودول الدول النامية أيضا. إذن هو شأن رغم أنه يهمنا بشدة، لأنه يهم العالم بنفس القدر، ويساندنا في أن نضمن أن ليبيا باقية للليبية فقط، وأن الانقسامات الليبية سوف تنتهي، ونحن نشجع انتخابات نزيهة في ليبيا تؤدي إلى حكومة موحدة دون انقسامات. وطبعا هناك أطماع في ليبيا قاومناها، ووجه الرئيس منذ عامين في معسكر الرئيس محمد نجيب انذار بأن هناك خطوط حمراء لا يستطيع أحد أن يتخطاها في الحدود الغربية لمصر، وبالفعل أخذ كلام الرئيس بجدية تماما، ولم نعد نسمع عن أي مشاكسات أو عداوات على حدودنا الغربية. لكن لا تنسى أن لدينا جالية وصلت في يوم من الأيام في ليبيا إلى 2 مليون مصري يسهمون في نهضة هذا البلد. ولو أنك قدت سيارتك على الطريق بين القاهرة والإسكندرية، الطريق الصحراوي، ستجد مئات السيارات الليبية قادمة إلينا أو قادمة ذاهبة إلى ليبيا، تحمل عشرات الآلاف من المواطنين المصريين والليبيين الذين اندمجوا تماما كأسرة واحدة. ونحن يجب أن وفعلا نتابع هذا بكل إعزاز ونحافظ على مصالحنا حيثما تكون. أيضا هل هناك أبعاد لظاهرة الهجرة غير الشرعية أيضا ودور مصر في هذا الشأن بأطابة، خاصة وأن ربما هناك بعض المناطق على البحر المتوسط هي مناطق عبور إلى الدول الأوروبية عبر قبرص واليونان وغير ذلك من الدول؟ يعني هذا جزء من السياسة الخارجية المصرية التي تلقت ثناء كبيرا من الاتحاد الأوروبي، لأن مصر مرتبطة بموجب اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي بمحاربة كل أشكال الجريمة المنظمة، ليس فقط الهجرة غير المشروعة، وإنما أيضا الإرهاب، غسيل الأموال، تجارة المخدرات، ثم الهجرة غير المشروعة، وكلها جرائم ترتبط ببعضها البعض ونحاربها بضراوة. بل أن وزير خارجيتنا سامح شكري أعلن منذ قليل بضعة أيام أن مصر تستضيف 9 مليون مهاجر على أرضها. لدينا 4 ملايين سوداني، لدينا مئات الألاف من سوريا الشقيقة، من ليبيا، من فلسطين، من كافة البلدان حولنا، ولا نسمح أبدا بأن يكونوا مركز تهديد بالهجرة غير المشروعة إلى الاتحاد الأوروبي. وبالمناسبة فنحن نؤكد للذين يحاولون الهجرة بطرق غير مشروعة أن أوروبا بحاجة إلى مهاجرين، بل أن دولة كألمانيا تعلن أنها تنقرض لأن عدد المواليد أقل من عدد الوفيات، وبالتالي هم بحاجة إلى الهجرة بشرط أن تكون بالطرق القانونية وبالطرق المشروعة. وفي هذا نجحت مصر إلى حد بعيد، يعني استلزم ثناء كبيرا من الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية المصرية في هذا الصدد. بشكرك سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق. ننتقل إلى الملف الثاني مشاهدينا الكرام، حيث يعقد اليوم مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة. وتعقد هذه الجلسة الطارئة بناء على طلب أردني فلسطيني مشترك وبالتنسيق مع دولة الإمارات العربية المتحدة والصين. هذا وقد اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين صباح اليوم ساحة المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في أول أيام ما يسمى بعيد الفصح اليهودي، بعد فرض قيود مشددة على المصلين والتنكيل بالمعتكفين وإخراجهم بالقوة على مدار اليومين الماضيين. مع تجدد أعمال العنف واستمرار الممارسات القمعية لقوات الاحتلال الإسرائيلية في المسجد الأقصى، دعت الرئاسة الفلسطينية الإدارة الأمريكية لإجبار إسرائيل على التوقف عن كافة الأعمال التصعيدية بالمسجد الأقصى المبارك. وقال نبيل أبو رودين المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن الرئاسة الفلسطينية تجري اتصالات مكثفة مع الأمريكيين والأوروبيين والأمم المتحدة لوقف العدوان الإسرائيلي،
كما أكد أبو ردين على أن ما تقوم به إسرائيل من اقتحام للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين يشكل صفعة للجهود الأمريكية التي حاولت خلال الفترة الماضية إيجاد حالة من الهدوء والاستقرار في شهر رمضان المبارك. من جانب دعا جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي الفلسطينيين والإسرائيليين إلى اتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر القائم بينهما، وأعرب جون كيربي عن قلق الولايات المتحدة البالغ بسبب استمرار أعمال العنف بالمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة. وفي سياق متصل عقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين لبحث التحرك العربي والدولي لمواجهة الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على حياة ومقدسات الشعب الفلسطيني في القدس المحتلة. ورفضت الجامعة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وتقسيمه زمنيا ومكانيا. كما دانت الجامعة محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم، وأكدت أن هذه الاعتداءات تنذر بإشعال دوامة من العنف تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. كانت الشرطة الإسرائيلية قد اقتحمت حرم المسجد الأقصى بالقدس للمرة الثانية وحاولت إخراج المصلين باستخدام القنابل الصوتية والرصاص المطاطي واعتقلت أكثر من 350 شخصاً. وأدت المواجهات التي جاءت في شهر رمضان وعشية عيد الفصح اليهودي إلى تبادل إطلاق النار عبر الحدود في قطاع غزة وسط مخاوف من تفاقم دائرة العنف. هذا وقد شدد السفير محمد مصطفى مندوب مصر في جامعة الدول العربية عقب ترأس الاجتماع مجلس جامعة الدول العربية الطارئ على مستوى المندوبين الدائمين على أن المسجد الأقصى المبارك سيظل مكانا حصريا لعبادة المسلمين. استجابة لطلب المملكة الأردنية الهاشمية عقدت فعاليات الاجتماع الطارئ للدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة مندوب مصر الدائم بالجامعة العربية لمناقشة الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى. وسيظل الأقصى إن شاء الله عصيا على السيطرة من سلطات الاحتلال ومحاولتها الآسمة التقسيم الزماني والمكاني له، فهو كان ولا يزال وسيظل مكانا حصريا لعبادة المسلمين وحدهم ولا يحق لغيرهم مشاركة به. سيظل الأقصى قائما وشاهدا عندما يحين الحين وتقام الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية بحول الله وقوته. ما جرى اليوم يشكل بشكل خطير جدا على المسجد الأقصى وعلى حرمة المقدسات الإسلامية وعلى حرمة المصلين، ولا بد من حشد دعم عربي ودولي. صحيح أن الإدانة لا تكفي، لكننا هذه بداية تحرك، ولا بد من إيقاظ المجتمع الدولي ليستمع من العرب وليستمع من الأشقاء الفلسطينيين لوضع حد لهذه الانتهاكات والاعتداءات التي تشكل انتهاكا واعتداءا ليس على الفلسطينيين وحسب، لكن على الأمة العربية والإسلامية جميعا. طالب السفير الفلسطيني خلال الجلسة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين وأهمية حماية الشعب الفلسطيني من اعتداءات قوات الاحتلال. نحن لم نأتي هنا من أجل الإدانة ولا من أجل الاطلاع. الدول العربية الشقيقة كافة أدانت ما جرى وما حدث من جريمة بشعة ليلة أمس، والكل مطلع، المواطن العربي في الشارع العربي والمجتمع العربي مطلع على ما يجري. نحن نريد آلية تحرك عربي موحدة مشتركة على المستوى الدولي بالتنسيق مع الدول المؤثرة في العالم لوقف هذه الجرائم ضد الشعب الفلسطيني ووقف الإجراءات حديث الجانب التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. أدان مجلس الجامعة العربية الاعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى وأكد على حق المسلمين والمسيحيين في الوصول الآمن وغير المقيد لأماكن عبادتهم لأداء واجباتهم الدينية، وأكد على تحميل المجلس لإسرائيل مسؤولية ما ينتج عن تلك الجرائم. الرفض الكامل والإدانة للاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمصلين بالمسجد الأقصى، والتأكيد على أهمية التحرك الدبلوماسي في المرحلة القادمة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني. من الجامعة العربية منذر أبو دوح النيل.
من ناحية أخرى، قال مصدران أمنيا إن هجوما صاروخيا انطلق من جنوب لبنان باتجاه الحدود المتنازع عليها مع إسرائيل بعد ظهر اليوم. جاء ذلك بعد اعتراض الجيش الإسرائيلي عددا من الصواريخ أطلقت من لبنان باتجاه إسرائيل. وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه تم اعتراض هذه الصواريخ بنجاح، حيث دوت صافرات الإنذار في عدة مواقع في الشمال وفي عدة مستوطنات أيضا. وقامت قوات الاحتلال بقصف مواقع إطلاق الصواريخ في جنوب لبنان. لمزيد من التفاصيل ينضم إلي هاتفيا الدكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية. دكتور حامد، دعنا نبدأ من هذا التطور الأخير في جنوب لبنان والحديث عن إطلاق صواريخ وأكثر من 20 صاروخا تقريبا بحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي. في أي سياق نضع هذا الأمر؟ هل ربما نشهد تصعيدا جديدا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية؟ طبعا، يعني خطوة جديدة بتزيد المشهد تعقيدا وارتباكا، وهي إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على الشمال الإسرائيلي. وده بيؤشر إلى أن الإجراءات أحادية الجانب التي قامت بها إسرائيل وعدم احترام تعهداتها سواء في اجتماع العقبة أو اجتماع شرم الشيخ بأن لا يكون هناك تصعيدا في الأراضي الفلسطينية، على اعتبار أن العنوان الرئيسي بقمة العقبة وقمة شرم الشيخ كان هو العمل على ضرورة خفض التصعيد بين الجانبين. ولكن شاهدنا ليالي صعبة مرت بها الأقصى الشريف من اقتحام للمستوطنين اليهود ومحاولة ذبح القرابين والعمل على أن يكون هناك سياسة جديدة واضحة للجانب الإسرائيلي داخل الأقصى الشريف، وهو العمل على التغيير الزماني والمكاني لهذا لهذه المقدسات الإسلامية التي تخضع للوصاية الهاشمية. كل هذه الإجراءات صعبت من الأمور وجعلت دائرة الصراع تتسع مرة أخرى بانطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وأيضا إطلاق صواريخ بالأمس طوال الليل إطلاق صواريخ من غزة على الجانب الإسرائيلي. كل هذه الإجراءات أدت وبشكل كبير إلى أن يكون هناك نوع من أنواع التوتر الشديد، والإجراءات أحادية الجانب هي ما أوصلت إلى ما نحن فيه الآن. طيب، أيضا يعني ما الذي تهدف إليه حكومة نتنياهو من هذا التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية وهذه الانتهاكات داخل المسجد الأقصى المبارك، خاصة في ظل وجود تظاهرات ضد هذه الحكومة أيضا؟ هل هي محاولة يعني لفت الانتباه عن هذه المظاهرات، أم ماذا تهدف حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة من هذا التصعيد؟ طبعا سؤال مهم جدا. كما يعلم القاسي والداني، لأول مرة في تاريخ إسرائيل يكون هناك حجم من المظاهرات ضد حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، ولكن يعني في ظني وتقديري أن هذه الحكومة تريد أن يعني تخفف حدة الضغط الداخلي عليها نتيجة هذه المظاهرات إلى تصدير صورة مختلفة إلى داخل فلسطين، والعمل على أن تكون التصعيد في الأراضي الفلسطينية بديلا عن التصعيد في الأراضي الإسرائيلية، على اعتبار أن ما قامت به هذه الحكومة هي إجراءات أحادية الجانب في محاولة لتهويد القدس والعمل على تقويض فرص السلام، خاصة أن المفاوضات متوقفة منذ العام 2014 بين الجانبين. وبالتالي في ظني وتقديري أن وجود هذه الحكومة ووجود بعض الوزراء المتطرفين لديهم استراتيجية واضحة في التعامل مع القضية الفلسطينية من أن لا يكون هناك حل عادل وشامل لهذه القضية، خاصة أن إسرائيل تسيطر على أكثر من 65% من أراضي الضفة الغربية، وبالتالي هي تريد أن تضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، وإذا حدث ذلك فلن يكون هناك مبدأ حل الدولتين الذي تم إقراره في العام 2002 في مبادرة السلام العربية. ولكن يعني استمرار هذا الشكل وبهذا التصعيد سيكون هو وبال على إسرائيل، لأن الدولة الإسرائيلية وما يحدث بها من الداخل سيؤدي وبشكل كبير إلى تصعيد الأمور بشكل كبير، والصراع الدائر بين الدولة العلمانية والدولة الدينية في قلب إسرائيل انعكس بشكل كبير على قيام حكومة نتنياهو باتخاذ إجراءات من شأنها تصعيد التوترات بين الجانب الفلسطيني. واليوم يعني بنشاهد أن
وضع التوتر ووضع الصراع بيشتد أكثر مع لبنان ومع جنوب لبنان بإطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية. كل هذه المعطيات تؤثر إلى أن الفترة القادمة ستكون أكثر سخونة وستكون أكثر يعني شراسة، في ظل أن إقدام إسرائيل على اقتحامات متتالية للمسجد الأقصى وتدنيس الشعائر المقدسات الإسلامية، كل هذا سيؤجج مشاعر المسلمين في كل دول العالم. أيضا هناك جلسة مرتقبة لمجلس الأمن بشأن هذه الانتهاكات وتحركات عربية يعني لعقد هذه الجلسة بها، طب هل من المأمول أن تخرج ربما جلسة مجلس الأمن بجديد، أم أن هناك ليس هناك إرادة دولية ضاغطة حقيقية على إسرائيل لوقف هذه الانتهاكات؟ طبعا يعني لابد أن نشير أن أولا اقتناء العقبة واقتناء شرم الشيخ تم بضمانات أمنية، وكان هناك تعهدات أمريكية حقيقية من قبل الإدارة الأمريكية لكي تضغط على إسرائيل لكي لا يكون هناك تصعيد في شهر رمضان، لأن هذا دأب الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وبالتالي يتحمل المجتمع الدولي مسؤولية ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية، يتحمل المجتمع الدولي من أنه لم يقم بدوره الحقيقي للعمل على أن يكون هناك حلا شاملا عادلا للقضية الفلسطينية، لأن استمرار هذا الصراع بهذا الشكل وبهذه الطريقة، وكما يعلم القاسي والداني أنه لأول مرة على الرغم من أن هناك بعض التوترات أو بعض ما يقال عنه توترات بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو، وبالأخص في وجود بتسائيل سموتريتش وزير المالية ووزير الأمن القومي الإسرائيلي، اللي رفضت الحكومة الأمريكية والإدارة الأمريكية التعامل مع هؤلاء الوزراء لأنهم سيقومون بتصعيد الأحداث وأنهم متهمون في قضايا خاصة بقضايا شرطية وغيرها من القضايا التي يعني كانت ضد الفلسطينيين تحديدا. وبالتالي بشكل عام أرى أن الإدارة الأمريكية لابد أن تتحرك بشكل أكثر من ذلك، لابد أن تفرض حماية دولية حقيقية على الشعب الفلسطيني الذي يعاني بشكل كبير من حجم الانتهاكات في حقوقه من جانب إسرائيل. هذا ما كنت أود السؤال عنه أيضا، فكرة توفير هذه الحماية الدولية مدى إمكانية تحقيقها، خاصة وأن هناك دعوات عربية وهو ما شاهدناه في اجتماع المندوبين الدائمين خلال اجتماعهم في الجامعة العربية، يعني دعوا إلى هذا الأمر، كيف يمكن تحقيق هذا الأمر وإمكانية تحقيقه وترجمته بالفعل والدور العربي في هذا الصدد؟ طبعا يعني لا أحد ينكر أن هناك غضب عربي حقيقي، وأن الجامعة العربية ومندوبيها الدائمين أشاروا بشكل واضح لأن ما تقوم به إسرائيل من إجراءات أحادية الجانب سيهدد الأمن القومي بشكل كبير في منطقة الشرق الأوسط، على اعتبار أن استمرار إسرائيل بمثل هذا المنحى الخطير سيؤدي إلى تأجيج الصراع وسيؤدي إلى اتساع رقعة الصراع وسيؤدي أيضا إلى توحيد الداخل الفلسطيني ضد إسرائيل، وستكون من الممكن جدا أن نشهد انتفاضة جديدة ضد الإجراءات أحادية الجانب من جانب إسرائيل. ولكن يعني في ظن تقديري أن فرض الحماية الدولية سيحتاج الكثير من الإرادة السياسية الحقيقية من قبل الإدارة الأمريكية والدول الفاعلة في المشهد الداخلي الفلسطيني، خاصة أن القوة الوحيدة القادرة على وجه الأرض أن تؤثر على حكومة نتنياهو وتفرض عليها ما تريد هي الإدارة الأمريكية باعتبارها هي القادرة على ذلك، ولكن لابد أن تتواصل الإرادة السياسية الخالصة لإنهاء هذا الصراع القوي والذي من الممكن جدا أن يؤدي إلى توسيع رقعة الصراع وزيادة حدة التوترات في منطقة الشرق الأوسط. بشكرك دكتور حامد فارس خبير الشؤون العربية. في ملفنا الأخير، دعا الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جين بينغ إلى مفاوضات سلام بأسرع وقت ممكن لوضع حد للنزاع في أوكرانيا، مؤكدين رفضهما لاستخدام السلاح النووي. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب لقاء ثنائي في بكين، وشدد ماكرون على ضرورة استئناف المحادثات لبناء سلام دائم، بينما حذر شي من استخدام السلاح النووي منددا بأي هجوم يستهدف مدنيين. وشدد ماكرون على أن بلاده تدعم تكثيف الحوار الصيني الفرنسي لتعزيز أوجه التعاون والتنسيق، مشيرا إلى أن خلافات باريس وبكين لا تعني عدم القدرة على التوصل إلى تفاهم مشترك.
إعادة روسيا إلى رشدها والجميع إلى طاولة المفاوضات. هكذا كانت كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لنظيره الصيني شي جين بينغ في ثاني أيام زيارته الرسمية إلى بكين، التي تركز بالأساس على الوضع في أوكرانيا وتايوان والاقتصاد. من جانبه أكد الرئيس الصيني أن لدى بكين وباريس القدرة والمسؤولية لتجاوز الخلافات والقيود فيما يمر العالم بتغييرات تاريخية كبيرة. وخلال لقاء آخر مع رئيس الوزراء الصيني لي كيانغ، شدد الرئيس الفرنسي على أهمية الحوار بين الصين وفرنسا في هذه المرحلة المضطربة، مؤكدا ضرورة صياغة مسار مشترك مع الصين بشأن السلام في أوكرانيا. في الأسابيع الأخيرة زادت الضغوط الدولية على الصين لحملها على الانخراط في مساعي السلام في إطار النزاع الأوكراني، فرغم إعلان بكين الحياد رسميا بهذا الخصوص، لم يتحدث الرئيس الصيني ولو هاتفيا مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي. على العكس، توجه تشي قبل فترة قصيرة إلى موسكو حيث جدد تحالفه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كذلك تأتي هذه الزيارة فيما تتزايد التوترات بشأن تايوان، حيث تعبر فرنسا عن مخاوف كبيرة حيال استقرار مضيق تايوان واحتمال تغيير الوضع القائم، خصوصا وأن فرنسا تقدم نفسها على أنها قوة كبيرة في المحيطين الهندي والهادئ. زيارة ماكرون إلى الصين والتي تستمر لثلاثة أيام تهدف إلى إحياء الحوار بعد تواصل عن بعد خلال سنوات جائحة كورونا، كما أن لها شق اقتصادي مهم حيث يرافق ماكرون رؤساء أكثر من 50 شركة فرنسية. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الإطلالة الإخبارية المباشرة من النيل. يتجدد اللقاء وملفات جديدة ومتجددة. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.